الفكرة ديالنا ليست فكرة غريبة علينا احنا كمغاربة عموما، سواء كمؤسسات أو كأفراد. لماذا؟ لأنه التفكير الآن أصبح منصبا بالنسبة لنا نحن كمغاربة مؤسسة كأفراد على أنه يتعين أن ننظر إلى عمقنا الأفريقي، أن نستحضره في علاقتنا، أن نستحضره في قراءة لنا لقراءة لماضينا، في محاولة استيعاب حاضرنا، في محاولة توقع واستصراف مستقبلنا. لم يعد هناك من مبرر للاستمرار في نفس النظرة، النظرة إلى أوروبا، بقدر ما أنه النظرة بالنسبة لكل المغاربة يتعين أن تكون نحو عمقنا الإفريقي، باعتبار أنه هو الذي يمثل ماضينا، هو الذي يمكن من خلاله أن نحاول فهم واقعنا، وهو الذي يتعين أن يكون نصب عيوننا لبناء المستقبل. هو لنسمي الأمر بمسمياتها، نحن داخل هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وقلمي والعيون نستحضر أولا امتدادنا الترابي، باعتبار أنه امتداد يمتد من داردان إلى الحدود المغربية الموريتانية، وبالتالي نحن معنيون بكل حبة رمل، بكل حصى في هذه المنطقة الترابية التي تفوق نصف التراب المغربي. كذلك نحن كهيئة المحامون نستحضر طبعا القانوني وطبعا الحقوقي. بدأنا باتفاقيتين، اتفاقية مع الهيئة الوطنية للمحامين بجزر القمر، واتفاقية مع هيئة المحامين بموريتانيا في أفق توقيع اتفاقيتين اثنتين مع إخواننا بمالي وكذلك إخواننا زملائنا بالسنغال، وبالتالي التوسع نحو دول الساحل والصحراء. هذه الدورة التكوينية الغاية منها أن نكون لحمة في العلاقة يطبعها ما هو قانوني، ما هو مهني، ما هو حقوقي، ما هو إنساني، لأنه هو الذي يمكن أن يفضي بنا إلى أن نكون قناعات مشتركة في ما بين هذه الدول. موريتانيا لا أعتبرها ممرا، أعتبرها مفتاحا. عندما نعتبر المرء أو عندما نعتبر الدولة أو عندما نعتبر الأفراد ممر، بمعنى أنه بمثابة مسك يمكن أن نقطعه ونتوقف، ولكن عندما نعتبره مفتاح بمعنى أنه إلزامية وضرورة إخواننا الموريتانيين للاستمرار في التوازن داخل العمق الإفريقي هي لا نهاية لها، بقدر ما أنه نحتاج فقط إلى البداية وللاستمرارية بعد إذن. هذه هي الغاية في التكامل داخل هذا البرنامج، في هذه الدورة التكوينية، ما بين ما هو سياحي ما بين هو وما هو تكويني. نعم، نحن نحاول أن نتدارك ما تم التغافل عنه من الناحية الرسمية. لدينا اتفاقية قضائية مع تونس، مع إسبانيا، مع فرنسا، ولكن من العيب ألا تكون لنا مع زار لصيق معنا هو الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وبالتالي نحن لدينا اتفاقيتين، اتفاقية خلال سنة 2010، اتفاقية خلال سنة 2021. تصورنا ما هو؟ تصورنا أن هناك استثمارات حاليا دولية ومختلفة تقود كذلك المملكة المغربية، مملكتنا الشريفة، استثمارات بهذا العمق الإفريقي. يتعين للقانونيين وخاصة المحامون أن يكونوا حاضرين لمواكبة هذا الاستثمار في العمق الإفريقي. إفريقيا ينظر إليها باعتبار أنها هي خزان المواد الأولية حاليا، إفريقيا ينظر إليها على أساس أنه هي المستهلك رقم واحد عالميا، إفريقيا هي حاليا المستقطبة لكل الاستثمارات وأغلب الاستثمارات عالميا. مواكبة هذا الاستثمار من القاعدة القانونية الأفريقية الصرفة هو الذي يتعين أن نعمل عليه نحن كأفارقة. نحن مقبلون على عقد لقاء رباعي ما بين هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وقلميم والهيئة الوطنية للمحامين بموريتانيا وبالسنغال وبمالي في أفق عقد اتفاق ما بين دول الساحل والصحراء هنا بمدينة أكادير أو بمدينة العيون أو بمدينة الداخلة في أقرب الأوقات، في أفق وضع تصور لتوحيد القاعدة القانونية لوضع أرضية للمواكبة الفعلية الحقيقية لهذا الاستثمار بالعمق الأفريقي. نحن أولى بمواكبته بدل أن يواكبه غيرنا، وأنذاك نصرخ أين كنا ونحمل غيرنا المسؤولية. يتعين أن نتحمل المسؤولية من الآن.